القرآن كثيرا ساعدني في الدراسة، لأن بفضل القرآن أصبحت نتائجي مرتفعة جدا في المدرسة. النصيحة نقدمها للتلاميذ أن القرآن ليس هو سريع الحفظ وسريع النسيان، يعني الذي يحفظ القرآن يجب أن يداوم على حفظه ويداوم حتى لا ينساه، فيكون له شفيع في الآخرة. وأنصح جميع الصغار والكبار أن يقرأوا القرآن ويداوموا على حفظه. دعاء أمي به نحفظ القرآن، كانت أمنيتها أني نحفظ يعود عندها ولد حافظ القرآن تفتخر به، وحرص المعلم أيضا له فضل كبير في حفظ القرآن، ووالدي الذي كان يوفر لي جميع الوسائل لكي أحفظ القرآن.